السؤال الذي يطرح لماذا المؤتمر العام رفض هذه الحكومة وهذه المؤتمر العام من بداية دخوله إلى هذا الحوار لم يناقش موضوع الحكومة، أجل موضوع الحكومة من أجل البت في هذه في المسودة أو مسودة الاتفاق السياسي. مفوضة الاتفاق السياسي هي سيد الفاضل للأسف الشديد غيب الرأي العام الليبي عن دراستها وتحليلها والتمعن في نصوصها وما كان الغاية والغرض منها. مشكلة ليبيا تكمن في شيء واحد، أن الإمارات العربية المتحدة برئاسة ولي عهدها اللي هو محمد بن زايد ووزير خارجته عبد الله بن زايد وصبي عبد الله ابناء زايد اللي هو دحلان لا يريد لثورة الربيع العربي أن تنجح في كل من مصر وليبيا والجزائر لكن المجتمع الدولي عفوا هذه النقطة، يعني المجتمع الدولي ليس رهن أمر الإمارات وما تريد يا سيد الإمارات الفاضل هناك أمريكا وفرنسا وبريطانيا يعني كلها تدفع باتجاه هذه الحكومة. يا سيد الفاضل الذي يدير الملف إقليميا هو الإمارات، الإمارات اشترت ذمة تريليون وهذا واضح من تسريبات الجارديان، كان لديها مخطط عن طريق شراء ذمة هذا الرجل، وهذا الرجل خلال طيلة هذه الفترة استطاع أن يجمع أطراف ليبية لم نتوقع عن هذه الأطراف كيف ما هي المعايير التي تم اختيارها وتم شق صف المؤتمر من استضعافه. أحب أن أقوله في هذه المداخلة أن المؤتمر العام لم يناقش هذه الحكومة أساسا، المؤتمر العام طالب بتعديلات أن تدخل في ضمن الاتفاق السياسي ومن ثم بعد إدخال هذه التعديلات في هذه المسودة يناقش الحكومة. رفضت هذه الحكومة من أمرين اثنين، الأمر الأول أن المؤتمر لم يكن شريكا في تسمية أعضائها سوى رئيس أو نواب أو وزراء، والنقطة الأخرى أن هذه الحكومة لم تكن حكومة صادرة عن إرادة الأطراف الليبية المجتمعة، هذه حكومة نصب اليون نفسه كما مندوب سامي وهو الذي اعلن اسم فايز السراج ان يكون رئيس الحكومه واعلن اسم النواب الذين يكون معه في مجلس رئاسه الوزراء وهو الذي اقترح الحكومه بالكامل. هذا الشخص وهو موظف دولي يتبع لمنظمه امميه لا نقول ان ليس لها دور في الشان الليبي او السياسي الليبي الا انه تعدى اختصاصاته وقام بتنصيب نفسه هو الوصي على ليبيا، وانا اوجه كلامي الى الاطراف التي شاركت في هذه المسرحيه الهزليه، كيف يسمح لهذا الموظف أن ينصب نفسه حاكما فعليا لليبيا وهو الذي يضع كرزاي ويحول كرزاي ويجيب من يشاء في هذه الحكومة.